أهلا بكم. هناك رياضات معروفة في أغلب دول العالم مثل كرة القدم أو كرة السلة، ومعظمنا مارسها مرة واحدة على الأقل في حياته. لكن هل فكرت يوما ما أن تلعب مباراة رجبي تحت الماء أو تخوض سباقا على ظهر نعامة؟ في تقرير نشره موقع The Sports Bank الأمريكي يستعرض فيه بعض الرياضات الأشد غرابة في العالم والتي سنعرفكم عليها وعلى قواعد اللعب فيها. البداية من رياضة سباق النعام، وهي من أغرب الرياضات والتي ظهرت في إفريقيا، وأصبحت الآن ماليزيا من أبرز الدول المشجعة لهذه الرياضة، وهي عبارة عن سباق يركب فيه اللاعبون على ظهور النعامة التي تستطيع أن تجري بسرعة تصل إلى 19 كيلومترا في الساعة، مما يعطي الكثير من الإثارة والمغامرة، وتحتاج الكثير من الجرأة من أجل ممارستها. تتم المسابقة من خلال وجود 20 نعامة ب20 متسابق، ويصعد كل متسابق على النعامة ثم يمسك بحبل مثبت بجسم النعامة كما نشاهد على الشاشة، وينطلق الجميع بسماع صوت الصفارة، ويسير بجانب المتسابقين سيارة بها عدد من الحكام وساعة لمتابعة وقت السباق ومايكروفون لتوجيه اللاعبين. Number one is the winning ticket, Kim Kardashian. هناك أيضا سباق السرير، من أكثر الرياضات غرابة، وهي رياضة منتشرة في إنجلترا وكانت مقتصرة فقط على الجيش والبحرية، لكن المنافسة الآن مفتوحة أمام أي شخص، حيث يتنافس المتسابق في فرق مكونة من 6 أفراد بالإضافة إلى فريق واحد على السرير، ويجب على كل فريق توفير سرير خاص به يمتد على 4 عجلات ويكون قادرا على الطفو. ويبدأ هذا السباق لمسافة 3 كيلومترات، حيث تواجه الفرق صعودا بشكل تدريجي قبل العودة إلى أسفل التل ونحو التحدي النهائي، وهو عبور النهر. في رياضات التزلج، نعلم جميعا أن هناك رياضة التزلج على الجليد أو حتى التزلج على الرمال في العديد من المناطق الصحراوية، لكن هناك رياضة غريبة أيضا، وهي تزلج على الصخور. وقد نشأت هذه الرياضة في النمسا، وقد ابتكرها العديد من السكان هناك بسبب عدم وجود ثلوج، الأمر الذي جعل العديد من سكان المناطق في النمسا يعتبرونها رياضة أساسية، وقاموا بتأسيس العديد من البطولات لها بالإضافة إلى بطولات رسمية سنوية على الرغم من خطورتها، وتشارك فيها مجموعات كبيرة من السكان، حيث يتخذون احتياطات احترازية كبيرة ضد الصدمات. رياضة البوتاوشي، وهي لعبة يابانية تتميز بطابعها العنيف، وهي في الأصل تدريب عسكري، وتقوم على محاولة الاستيلاء على علم معلق في أعلى عمود محاط ب75 مدافعا، حيث يحاول الفريق المدافع حماية العلم من 75 مهاجما، أي أن هناك 150 لاعبا في الملعب، ويتم ممارستها في أيام الرياضة في المدارس في اليابان. وفي قواعد اللعب يبدأ المدافعون في اتجاه دفاعي، في حين يفترض المهاجمون وضع الماء بعيدا عن عمود الفريق الآخر، ويكون الفريق منتصرا إذا كان قادرا على خفض عمود الفريق المنافس بزاوية 30 درجة قبل أن يصل الفريق الآخر إلى هذا الهدف. أولمبيات الطين، تشتهر ألبانيا بهذه اللعبة، حيث نشأت على ضفاف نهر إلبا في مدينة هامبورغ، وأصبحت في الوقت الحالي حدثا سنويا يقام بانتظام، وتقام المنافسات على المسطحات الطينية التي غمرتها المياه، كما أنه يصاحب هذه البطولات العديد من الفعاليات، ولا يقتصر اللعب في الطين على لعبة معينة، حيث تمارس فيها العديد من الألعاب ككرة القدم واليد والجري وغيرها. بحسب التقارير، فإن القائمين على هذه البطولات يقومون بجمع التبرعات من أجل إرسالها إلى الجمعيات الخيرية.
رياضة الكي الشديد من الرياضات العجيبة والغريبة، ونشأت هذه الرياضة في إنجلترا على يد متسلق المرتفعات فيل شو، والذي قرر الجمع بين رياضات شاقة مع أمر عادي يمارس يوميا مثل كي الملابس، حيث يأخذ اللاعبون ألواح الكي والملابس إلى أماكن نائية على سفح الجبل أو أثناء التزلج على الجليد أو في الزورق أو أثناء القفز بالمظلات، ليقوموا بكي الملابس، وهي رياضة خطيرة أقيمت أولى بطولاتها في عام 2002. للتوضيح لكم أكثر، لنأخذ رياضة الكي تحت الماء كمثال. يقوم اللاعبين بالغطس تحت المياه وكي الملابس على طاولة الكوي، والفائز هو الذي يخرج بقميص أكثر كي ورتابة، وهذه هي ببساطة قوانين اللعبة. وسبق وحققت بريطانيا الرقم القياسي في رياضة الكي تحت الماء. لعبة ملاكمة الشطرنج، وصحيح أنهما لعبتان مختلفتان عن بعضهما، حيث تتطلب الأولى القوة البدنية والرشاقة وتحمل الآلام، بينما تعتمد الثانية على القوة العقلية والذكاء والصفاء الذهني. ومع ذلك فقد اجتمعت كلتا اللعبتين في لعبة جديدة هي ملاكمة الشطرنج بعد إيجاد التناغم بينهما، حيث ظهرت هذه اللعبة على يد الفنان الروسي إنكي بلال، حيث استوحى الفكرة صدفة وهو يقرأ كتباً فكاهية عام 92. في قوانين اللعبة، تتألف المباراة من 11 جولة، حيث تقسم إلى 6 جولات للعبة الشطرنج و5 جولات للعبة الملاكمة، وتكون مدة كل جولة 3 دقائق، ويتناوب اللاعبان في ملاكمة الشطرنج على ممارسة الملاكمة والشطرنج بشكل دوري. وتبدأ المنافسة بجولة للشطرنج تستمر لمدة 4 دقائق، ثم ينزلان إلى حلبة المصارعة للتنافس لمدة 2 دقائق، ويحصل اللاعبان على راحة لمدة 1 دقيقة تتم فيها معالجة الجروح التي تعرض لها خلال الجولة الأولى، ثم يقومان بخلع قفازات الملاكمة والجلوس أمام رقعة الشطرنج مرة أخرى، واللعب بطريقة الحملات الخاطفة، حيث أن الزمن المقدر لهم فقط هو 12 دقيقة، ويكون حسم المباريات بأكثر من طريقة، فمن الممكن أن تكون عن طريق الضربة القاضية في الملاكمة أو حركة كش ملك في الشطرنج. في ختام هذه الرياضات الغريبة، رياضة الكويديتش التي ظهرت في البداية كلعبة خيالية في سلسلة أفلام هاري بوتر، وقد أحبها العديد من المعجبين، لتتحول لاحقا إلى رياضة حقيقية تلعب في أنحاء متفرقة من العالم. وانطلقت هذه اللعبة على أرض الواقع عام 2005 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم لعب أول كأس عالم للكويديتش عام 2007 بين العديد من الدول، منها كندا وفرنسا وأستراليا، وسريعا ما انتشرت بين جميع دول أوروبا. يتكون كل فريق من 7 لاعبين، يضع كل منهم مكنسة بين رجليه لإدخال الكرة داخل حلقة من الحلقات الثلاثة المعدنية بالفريق المنافس، إن لم تمنعه البلادجر التي تسبب في خروج المهاجم الذي تصيبه خارج الملعب، ويحملها مدافعون الفريق الآخر والهدف ب10 نقاط، وعندما يقتنس أحدهم كرة السنيتش الذهبية يحسب لفريقه 30 نقطة ليفوز بالمباراة. في الختام، الرياضات الغريبة والعجيبة كثيرة، وأصبحت اليوم تنظم ضمن بطولات رسمية وتلعب في العديد من الدول، وهناك رياضات خاصة في بعض الدول أصبحت جزءا من ثقافتها، وهذه الرياضات بغرابتها لطالما أثارت الجدل والإثارة، لذلك دائما تكون محط اهتمام الجميع. نهاية الحلقة، إلى لقاء آخر.